اخترع الشريط اللاصق عام 1925، وكان يستعمل شريطا حاجبا لعمال الدهن. أوصل هذا إلى الشريط الشفاف المصمم لختم ورق السيلوفان المستعمل في صناعة المأكولات. ثم أدخل الشريط سلعة منزلية، ولاقت الفكرة إقبالا كبيرا. تسمى لفافات الغطاء البلاستيكي الرقيق هذه بروكولي، وهي متعددة الاستعمالات وفي طريقها لتصبح شريط شحن. تذهب اللفافات إلى آلة اسمها آلة النشر، ويصنع العمال قطعة من شريط لاصق على طول الطرف من كل لفافة، ما سيمكنهم من وصل كل لفافة بالأخرى وإحداث شحن متواصل لخط الإنتاج. الآن راقب عن كثب، فحالما تنشر اللفافة كليا يلتصق طرفها بالشريط في بداية اللفافة التالية، وحالما تنتشر تلك اللفافة سيلتصق طرفها بأول اللفافة التالية، وهكذا دواليك. تحرص أداة أوتوماتيكية لضبط الشد على ضرورة أن تشد الآلة الورق شدا متساويا لمنع التمزق. تضع آلة النشر أيضا مادة مذيبة على سطح الورق حتى لا يلتصق الورق أثناء النشر. لتحويل هذا الورق إلى شريط يغطى جانبه بمادة دبقة تعرف بالمادة الذائبة الساخنة، وهي مصنوعة من عدة مكونات، منها المطاط الاصطناعي ومن واق من الإشعاع فوق البنفسجي يحميه من الجفاف وتغير اللون، وتحميه مادة مقاومة من البلل. أما المادة الصمغية فتجعله دبقا. يوفر زيت الصباغة مجموعة من الألوان، وقد اختير اللون الغامق. يضع العمال المادة الذائبة الساخنة في خزان مسخن سابقاً ليحفظه في حرارة تبلغ 200 درجة مئوية ويمنعه من التصلب. يضخ الخزان المادة الدبقة في آلة تسمى آلة التغرية، ويزال ما زاد على الحاجة. ثم يلف الورق. وتوضع المادة الدبقة. هذه هي البكرة المبردة، وتلك البكرة في الأعلى تصلبه على الفور. ويضمن جهاز حسي إلكتروني تساوي طبقة المادة الدبقة، وإن وجد خلل فإن المضخة تعدل الدفق أوتوماتيكياً. الآن لدينا آلة اسمها آلة إعادة اللف، وهي تلف الشريط على مكبات. أتذكرون آلة النشر التي وصلت اللفافات معاً؟ آلة إعادة اللف هذه تفكها من جديد. عندما يمتلئ المكب، تقطع سكين الشريط من نقطة الوصل لكي يبدأ اللف على المكب التالي. يمكن أن يمتد الشريط على أحد هذه المكبات على طول 85 متراً، وهو طول ملعب كرة القدم. تغذي المكبات صفاً من نصال حادة كالشفرة اسمها أدوات الشق بالطول، وتقطع الشريط الذي يبلغ عرضه متراً ونصف المتر إلى عدة قطع. يبلغ عرض شريط الشحن 48 مليمتراً، لذلك يمكن أن نحصل على 31 قطعة في كل مكب. تلف كل قطعة على قلب كرتوني ويختم طرفها بلسان. طول الشريط في اللفافة يختلف وفقاً لمواصفات الزبون. تقذف الآلة لفافات الشريط المنجزة، وتصل الكمية التالية من القلوب الكرتونية، ثم تنطلق إلى قسم التوضيب. لكن ما من شيء يشحن إلى الخارج قبل فحص مراقبة الجودة، لذا تفحص لفافة من كل مكب. وفي اختبار ما يبسط الشريط الدبق الجانبي إلى الأعلى، ثم ترمى كرة صغيرة من فولاذ صامد على مستوى مائل، فتقاس المسافة التي قطعتها الكرة قبل أن تلتصق وتتوقف. ولنجاح الاختبار على الكرة أن تتوقف في مسافة معينة. مسافة التوقف تختلف وفقاً لنوع الشريط اللاصق.